السهول الساحلية هي من أبرز التضاريس الموجودة في سقطرة، وهي عبارة عن أراضي واسعة ومنبسطة بمحاذاة سواحل البحار والمحيطات. في سقطرة توجد منطقتان سهليتان، السهول الساحلية الشمالية سهل حديبو، والسهول الساحلية الجنوبية سهل نوجد وقارة. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة ورحلة جديدة زي ما عودناكم يومياً. اليوم حلقتنا أو رحلتنا مختلفة. طبعاً زي ما أنتم دارين أعزائي المشاهدين، سقطرة فيها تنوع تضاريسي غير طبيعي، فيها السواحل وفيها الجبال وفيها الصحاري. اليوم رحلتنا إلى نوقد، بنروح إلى هناك وإن شاء الله نستكشف المنطقة سوا ونبين لكم كل شيء في منطقة نوقد. لا تروحوش بعيد، حلقتنا الآن ما تبدأ، وزي ما قلنا لكم برنامجنا يعتبر دليل سياحي الأول لك في جزيرة أرخبيل سقطرة. على الخط المؤدي إلى نوجد نشاهد صفائح من صخور الحمم البركانية الرمادية والمنحدرات الصخرية، وأكثر ما يلفت الانتباه هو نمو شجرة التريمو أو ما تسمى شجرة الورد الصحراوي فوق الصفائح الحجرية. طبعاً هذه الشجرة سبحان الله تنبت في الجبال زي ما انتم شايفين، وهي نوع من انواع شجرة التريمو اللي استعرضناها في حلقات سابقة، واسمها تريمو اسفد او ازفد، ازفد او ازفد زي ما انتم شايفين، يعني زي جلد البني ادم زي التريمو، بس التريمو فيها اشجار، فيها اوراق، هذه بدون اوراق، دقي كلها غصون. فهذه هي الشجرة من انواع الاشجار النادره اللي مش موجوده اللي في جزيره الخبيل سقطرة. سبحان الله نبتت من وسط الحجار، من وسط الجبل. يمتد سهلاء نوجد وقعرة من جنوب راس مومي في شرق الجزيره حتى راس شوعب غربا، ويبتعد عن حديبو العاصمة نحو 75 كيلومتر.
تربة هذه السهول غنية وصالحة للزراعة، تنتشر قرب الساحل كثبان رملية ناعمة بيضاء. أعزائي المشاهدين، وصلنا الآن إلى منطقة نوقد وإحنا في الطريق لقناة أهالي المنطقة، وأنا جلس معاه بندردش. السلام عليكم. عليكم السلام، حياكم الله. يا أهلا فيكم. كيف حالك؟ والله طيب. كيف صحتكم أنتم؟ والله الحمد لله. حياكم الله بالزيارة. الله يحفظك. عرفنا اسمك. اسمي أحمد عبد الله. أحمد عبد الله. طيب يا عم أحمد. أيوة. الآن إحنا في الطريق إلى المغارة. أيوة. أنتم أبناء المنطقة، متى تطلعوا المغارة؟ الغار وقت الأمطار. وقت الامطار اذا استوى عندنا امطار كثيره وكذا نطلع للقرف هذا. تعيشوا فيه؟ نعيشوا فيه حتى يكون عندنا مباني وتسلح، وهذا كان الاول يجلسوا فيها وقت الامطار. وقت الامطار الان اصبح عندنا مباني تطور شويه، واصبح لكن مكاننا مكان عاد بنطلع لهذا المكان. مكان نطلع طيب. لانه وقت الضراره يطلع عندك امطار. وقت الضراره بس. أيه. طيب وقت اذا تشوفوا تمشوا او ترفعوا عن نفوسكم انتوا العوائل، ما طلعوا شافوا؟ اي طلعوا العوائل وطلعوا كل مع العيال مع كلهم ويجلسوا هناك على الجلسة طبيعية. حلو. طيب ايش اهم المناطق السياحية اللي يقولها سياحنا في هذه المنطقة غير المغارة؟ العمق معانا. ايوه. منطقة سياحية واماكن اخرى تانية، والقرف هذا. القرف. والقرف هذا. القرف اشهر مكان. القرف احسن مكان على كل الاماكن. القرف هذا احسن مكان. احسن مكان يسموها ديقة. ما بيش مبيت. ماشي مبيت. مبيت في عمق. في عمق. في عمق. محمية. اوكي. محمية فيه. الآن المكان هذا الطبيعي حق القرف هذا أحسن عن كل الأماكن في السياحة. أحسن مكان. أحسن مكان. أي واحد اللي يتخصل فيها كل شيء موجود، يعني ما يقول يقطر كذا زي مطار زي وكل شيء موجود الحمد لله. طيب أبناء المنطقة على إيش عايشين؟ إيش أشغالهم؟ إيش الشغل الرئيسي لهم؟ عايشين رعاية الأغنام. عايشين الأغنام وصياد وحد مطيه. والمنطقة هذا في نوقد هذا الحمد لله الآن كان عندنا شوية قحط، كان عندنا أشياء كثيرة وحاجات نعانها كثير، وإزمة حسب ما شفته هي اللي وجدت عندنا في اليمن بشكل عام، يعني وصلنا منها شوية ونحن بعدين في المكان هذا. مكان هذا حسب ما شفته ما يوجد فيه أشياء موصلات من كل الاتجاهات، موصلات وحاجة أشياء كثيرة، والحمد لله نحن في الأمن الحمد لله. نشكر الله ونحن الحمد لله. الحمد لله. أعزائي المشاهدين، زي ما شفتوا هذه معاناة أهل المنطقة زي ما قالنا عم احمد. تعشى عندنا اشياك وتكونوا ضيوف عندنا. الله يحفظك. الله يحفظك يا عم احمد. اعزائي المشاهدين، زي ما شفتوا كرم اهل المنطقه، حلقتنا ما انتهتش. حلقتنا لسه في بدايتها، الان طالعين للمغاره. خلوكم معنا. على بعد كيلو متر من الخط الأسفلتي توجد مغارة ديجوب، وهي من أهم المغارات وأكبرها حجماً في سقطرة، وتعد أحد المزارات المرغوبة بالنسبة للسياح. أعزائي المشاهدين، أخيرا وصلنا أكبر مغارة في جزيرة الخبيل سقطرى في منطقة سهل نوقد. أعزائي المشاهدين، هذه المغارة تعتبر أكبر مغارة في جزيرة الخبيل سقطرى، وتعتبر متنفس للعائلات والمواطنين، وتعتبر مزار أساسي ورئيسي للسياح. وإن شاء الله نحاول نغطيها لكم بقدر المستطاع ونطلع حالكم بأفضل صورة. تعالوا معي.
طبعا كانت السيارات تدخل الى المغارة وكان في طريق يوصل الى المغارة، بس انا مستغرب ان احنا اجينا ولقينا الطريق غير سليم وما قدرنا ندخل بالسيارة الى داخل المغارة. عشان كذا ان شاء الله في شخص ينتظرنا داخل المغارة وبيعطينا معلومات اكثر وبنساله ايش سبب ان الطريق انهدم. اخيرا دخلنا المغارة زي ما انتم شايفين، ناخذ فيها لفة نحاول نستكشفها. طبعا زي ما تشوف المياه اكيد هذه من مياه الامطار، بقايا مياه الامطار او المياه الجوفية. في هنا احد الاشخاص لقيناه فجأة، فنسأله ان شاء الله ونشوف ايش قاعد يسوي هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك شم؟ سالم. سالم كمان سمي، كيف حالك؟ خير. طيب يا حاج ايش قاعد تسوي هنا؟ انا جلست هنا في الطلع. انت والغنم حقك؟ ايوه جبتها من البادية. من البادية جبتها؟ ليش جبتها لها هنا؟ ربيها في البيت. تربيها؟ هزلان. ها تربيها في البيت؟ انا شفتك اول تاكلها، ايش تاكلها؟ اكل. ايش الاكل هذا؟ خبز ورز. ليش يعني تاكل الغنم هنا، ليش ما تاكلهاش في البيت؟ ليش تجيبها لهنا؟ قحط ماشي عندنا مطار. ما فيش امطار؟ ماشي امطار. قحط؟ قحط. متى الموسم طيب، موسم الامطار؟ موسم الامطار في رمضان. في رمضان؟ ايوه. يعني طيب لما يكون قحط كل اهالي المنطقه يجيبوا اغنامهم لهنا ولا؟ يروح بعض مامي وبعض كلنسيه وبعض شاتي وبعض كل يدبره من البيت. يعني هاجروا من المنطقه؟ هاجر. وترجعوا لها ايام الامطار؟ وقت الامطار بنرجع. مش تعب عليكم هذا؟ وكيف نصلح؟ القحط كم يستمر اشهر؟ ها؟ كم يستمر اشهر القحط؟ استمر هنا في عندنا سنة وشي. سنة؟ يعني يجي بس في رمضان بس يجي المطر؟ لا هذا الوقت الآن يجي مثلا الأمطار يجي في رمضان. في رمضان بس؟ أيوه. باقي أيام السنة قحط؟ قحط. أعزائي المشاهدين لقينا الأمس سالم بالصدفة وأخذنا منه معلومات رهيبة وعرفنا متى القحط يكون في هذه المنطقة ومتى يكون موسم الأمطار. الآن بندخل داخل، في أحد أبناء المنطقة ينتظر لنا بيعطينا معلومات أكثر عن هذا الكهف أو هذه المغارة وعن المنطقة بشكل عام. هذا نسمي غار ديقاب. ديقاب. وبعض المنطقة يقول له طيريبي ديقاب. طيريبي؟ طيريبي ديقاب. ليش سميته هذا الاسم؟ اسم هذا سمي لأن هذا ناس نأوي إليه في أوقات الأمطار، وكنا أول مرة ما نعيش في هذا المناطق، هذا البيوت الآن بنيناها قريبا. كنا نعيش أول مرة في هذا البيوت، هذا حتى بيت هذا حقي يعني. يعني هذا يعتبر بيوت؟ نعم. بيوت هذا نسكن فيه. بيوت. نعم. نعم. وهذا بيوت للغنم. يعني أكثر من عائلة تعيش هنا؟ إيش أكثر من عائلة؟ كثير. أسر كثير تعيش هنا. أسر. طيب المغارة هذه أصبحت مزار للسياح؟ نعم، جميع السواح اللي يدخلوا جزيرة سقطرة ما سايح إلا يدخل هنا. طيب يا عم عيسى، أنا شفت صور في النت أن السيارات كانت تدخل إلى هنا. أي تدخلنا إلى هنا. إيش سبب الآن ما قدرناش ندخل؟ إيش سبب الطريق؟ الطريق الأمطار وهذا، ما فيش عادة الحروب زي ما تعرف، ما فيش سلطة، ما فيش عناية، ولا كانت السيارات تدخلنا داخل والسواح يدخلوا. أيوة. يعني الآن ما فيش عناية في الخط. بسبب عدم الاهتمام. عدم الاهتمام. حلو. طيب يا عم عيسى، المياه هذه المياه العذبة، أكيد مياه عذبة صح ولا لا؟ مياه عذبة كيف نعتمد عليها؟ كنا في الشرب ونعتمد عليها في الأكل والحيوانات نشربها منها. من فين تجي؟ سبحان الله، قدرة الله، قدرة الله، هذا إلهية. هل يخرج من فوق؟ ما فيش لا خزان ولا أي حاجة. شوف الأمطار، تجمع مياه الأمطار أو في عيون؟ والله اللي يعرفه هذا ما فيش لا عيون فوق ولا أي حاجة فوق، ولكن هذا قدرة إلهية. وعندما يكون الامطار تزيد عندما تكون الامطار تزيد. ايوه كانت اول مره لما يكون امطار مش زيها بهذا الشكل لا. ما تقدر تشوف برا من المطار كذا يقطر، هذا مش مطر، هي نفسها تقطر هكذا، ما تقدر تخرج برا منها، لكن الان خفت نتيجه القحط ونتيجه بعض الاوقات. طيب ما انك ذكرت القحط، متى يكون موسم القحط هنا في المدينه؟
يكون معنا النسمة القط في الشتاء والصيف. في الشتاء والصيف؟ أيوة، يجيك في الشتاء بعض الأحيان شهرين هكذا 3 أشهر، وفي الصيف يجيك بعض الأحيان 3 أشهر 4 أشهر هكذا. طيب سكان المنطقة فين يروحوا وقت القحط عشان مواشيهم وعشان يروحوا بعض الأحيان يهاجروا أي مكان نزلت فيه أمطار يهاجروا فيه داخل الجزيرة. يعني رحالة؟ رحالة. رحالة. نعم تابعين الأمطار هذا. يعني ما زلتوا إلى الآن؟ نعم. في رحالة في نعم. ما فيش استقرار؟ ما فيش استقرار، استقرار يبقوا الطلاب يمكن يبقوا هنا في المدارس والكبار السن والناس اللي دي يمشوا مع أغنامهم يودهم إلى أي مكان نزلت فيه الأمطار. طيب كيف ينقلوا أغنامهم؟ مشي هذه المسافات كامل مشي؟ هذا مشي، الآن بعض الأحيان ينقلوا اللي عنده إمكانيات يأخذ سيارة وينقل الأغنام حقه بسيارة بس تكلفة، واللي ما يستطيع يمشي برق يمشي 3 أيام 4 أيام لما يوصل قلنسية. وينك بعيد؟ أيوه. رحت أنت قلنسية؟ رحت قلنسية. نمشي لما قلنسية. يعني 4 ساعات يمكن بالسيارة. إيش 4 ساعات؟ سيارة 4 ساعات. أه. لكن في المشي 4 أيام 5 أيام. 4 أيام 5 أيام. 5 أيام. يعني أبناء المنطقة هنا أكثرهم تجارتهم أو عايشين على الأغنام. على الرعي الأغنام. الرعي الأغنام. على الرعي. وبعضهم على الصيد بعضهم. لا تنسى. الصيد. في بعضهم يعتمدوا على الصيد. شوف هذا بيوت الأغنام، هذا بيت الأغنام، هذا بيت الأغنام، وهذا بيت حق البشر. طيب نروح لعندهم؟ نروح عندهم، وفي كاف داخل، يعني وقت القحط اللي ما يضيع من الكاف هذا ما ماشي فيها ما أيوه. يبقى في مكان هذا معروف بس اللي فيه بومي، إلا فيه بومي. طيب وش نروح للكاف؟ أي هذا داخل. يلا نروح للكاف. وهذا يشربه من الأغنام الآن، هذا الأحواض، هذا الأحواض الآن يشربه من الأغنام، ونحن نشرب من هذا. شوف هذا ما حل النقي. وهذا شوف ترسبت حق المياه هذا أيوة، هذا اللي نزل الان هكذا، هذه ترسبت، هذا ترسبت حق الماء كله. شوف هنا ماء، ماء كثير معك. شوف هنا تقدر تتغسل من هنا الان، تقدر تسوي اي حاجه تشتي، تطبخ من هنا، تسوي كله من هنا، من كله من هنا. وهذا هذا شوف حوض، هذا هذا انظف، ولا حتى الطيور ما يلمسه، ما يلمس اي حاجه. شوف سبحان الله هذا ترسبات مياه كل هذه كلها ترسبات، ترسبات ماء. ايش هذا الكاف الصغير؟ هذا الصغير سبحان الله ما ندري حق ايش، ولا تقول في اي حاجه ما فيش في هذا الكاف. طيب لا فين يودي هذا؟ اسمع اسمع، هذا الكاف من الله سبحانه وتعالى ما يفتقد فيه اي حشره ضاره، ما فيش اي حاجه تدخل ولا زواحف، ولا زواحف ولا حنش ولا اي شيء، من الله هكذا. طيب لا من الله. لا فين يودي هذا؟ ما ادري، يوداري تمشي كذا ما تقدر تدخل داخل هذا. ما فيش نهايه، ما فيش نهايه، بس ما تقدر تدخل داخل انت. ظلمة داخل، والله يبان ظلمة، ظلمة. طيب بس في عاد واحد أكبر مني. الآن هنا كانوا يجلسون الأغنام. نعم هنا ندخل الأغنام. طيب تقريبا كم رأس يوسع داخل؟ يوسع 100-150 هنا؟ هنا داخل، بس ما نجي جلسوا بعض عادي بقي يا كبير هذا مالك. يعني يجلسوا هنا؟ ايه نجلسوا هنا ونمرش منهم لبن وبعدين؟ ونعطي بعدين نخرجوا حتى برا. يجلسوا معاكم؟ يجلسوا برا هنا معنا. معاكم؟ معنا ما يخرجوا برا ولا حاجة. متعايشين؟ متعايشين. عايشين. ما نرتاح الا على الغنم نحن. طيب وهنا بيوت البني ادم؟ هذا بيوت حق الناس. الان هنا انا الان انا وانت هنا، ايش فيك تقنعني؟ ايش فيك تقنعني؟ بايش؟ هذا بيت. هذا بيت. وهذا بيت. وهذا بيت. يعني هنا اسرة وهنا اسرة. هنا اسرة وهنا اسرة. تناموا وتاكلوا وتشربوا. ننام وناكل ونشرب هنا. طيب هنا البيوت. هنا المطابخ. ايوه. طيب في كهف ثاني، تعال بنروح لعنده. يا الكهف ثاني هذا داخل ظلمه هذا. الان انا اعرف الاجانب لما يجوا السياح ليش يقولوا يدخلوا هذا الكهف؟ رغم انك تقول لي ما فيه له نهايه ولا منه فائده ولا منه شيء. هم يشتوا يشوفوا منه ايش حاجه داخل، شيء حاجه مخبيه داخل ولا شيء. ايش يستكشفوا؟ حاولوا يستكشفوا، ما ادري خصلوا ولا ما خصلوا النتيجه حقهم، ما ادري. طيب لازم ضروري يدخلوا داخل. كيف يدخلوا؟ سلام، يدخلوا بالجيبه والسلاك بقلي هذا. بس يضعف قوات الظلمه داخل، ترجع زي قراعه كذا يضعف، ينقص الصوت. بعد المكان ما تقدر تستقيم. ايوه تمشي كذا بعض الاحيان محبي. تحبي؟ تحبي وتنبضه. وبعدين عادك تخصل المكان مرتفع. طيب ما حد لاحظ قبل؟ لا ما حد لاحظ داخل. الا غنمه واحده سمعت قالوا طلعت داخل وادري. وهي. طيب بسألك يا عم عيسى، في خرافات واساطير تقول ان هذا المقابر كانت مقابر. لا في بعض المكان مقابر لشكل مش الكافله ما يعملوا فيه مقابر. في عاد مقابر في بعض الاماكن عاد فيه مقابر. في كهوف ثانيه فيها مقابر. ايوه فيه. يعني صغار بس مش بهذه الطريقه. هذا سكن للبشر. مقابر لمن كانت؟ لا اي واحد يموت اهل القريه.
اهل القريه. لا بس انا سمعت ان اساطير زمان ايام ال ايام ايش المهم الحميريين كانوا هنا المقابر حقتهم. الله اعلم. عشان كذا يقولوا شو يستكشفوا هنا الاجانب. يمكن جاي زي يكتشفوا هناك. الله اعلم. يعني انت عادكم جاي. ما عندي هذه المعلومه. ما فيش خبراء اقول لهم. ما فيش خبراء. طيب لكن المقابر خصلناهم نحن الان لما كبرنا خصلنا بعض الاماكن كذا قرف يعني كذا حجره. يطرحوا الناس هكذا قماقم حق الناس وخصلناهم. ما فيش ذهب ما فيش حاجه. لا ما يوم السواح خصلوا الذهب يمكن خلينا نشلهم. خلينا نشلهم هو الاول نحن اخر العالم. انت اخر العالم. اخر انتم مساكين الله. ما نعرف الله قاعد يدخل الدخل هنا ما نعرف ايش الهدف حقهم من ايش يشتغل. يلا ندخل الكهف. يلا نشغل الكهف. ندخل الكهف. بس ظلمه الكهف داخل ظلمه. لا ما بدخلش انت اللي بدخل. ها؟ لك فايتي حوض. ها؟ حوض وبعدين خلاص. انا ظلمه داخل. هنا هي. ما فيش طريق ما فيش نهاية. ما فيش نهاية. يمكن سواح خاص له نهاية. بس لازم يجي ويدخل الدخل. أكيد في حاجة داخل. أون يو. تعال يو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حد. يا. تعال تعال. تعال. يو الله. شوف الآن لقيت الكرهة من داخل. كهر على كهر 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 مداخله حق الظلمه. ايوه كهر كهر ظلمه. تحرك هنا ولا على عتمه على كظمه. شوف يدخلوا داخل خلاص. احنا اعتقد انه اعزائي المشاهدين ما فيش داعي ان احنا ندخل اكثر من كذا. شوف تشوفوا بدينا نعرق. كظمه مش طبيعيه. اوه على كظمه. عم عيسى. أيوة. اعتقد ان احنا ختمنا الكهف كذا او البغاره. ايوه درنا كل مكان. درنا كل مكان. ما قصرت. احب اشكرك انا بالنيابه عني وعن المشاهدين. امتعتنا في هذه الحلقه واعطيتنا معلومات وحاجات غريبه. انا اتشرف ان شاء الله بوصولكم ونقلكم هذه المعلومه للاخرين. الله يحفظك اعزائي المشاهدين. وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انا استمتعت جدا في هذه الحلقه. لا تنسونا غدا في نفس الوقت حلقه جديده ورحله جديده. نقول لهم مع السلامه. ان شاء الله مع السلامه. مع السلامه. الى اللقاء. احلى